سورة البلد العظيمة سورة قوية جاءت تبين وتؤكد كرامة الإنسان والتحذير من امتهان تلك الكرامة بسفك دم أو اعتداء على عرض أو مال. السورة استهلت بنفي القسم، ونفي القسم في القرآن حين يأتي بهذه الصورة فهو نفي حقيقي. لربما من أسباب ذهاب بعض المفسرين إلى أن لا هنا ليست لنفي القسم ولكن لتأكيد القسم، عدم الاهتمام بالسياق ومحور سورة البلد توجيه رسالة قوية للإنسانية، أن يا إنسانية أعظم ما ينبغي أن تهتمي له وبه الحفاظ على حرمة الإنسان، وأن ما تشيدين من أعمال كلها ينبغي أن تصب في الحفاظ على إنسانية الإنسان وكرامته، وأن البعد عن تحقيق هذه الإنسانية فيه وعيد سيقود الإنسانية بأكملها إلى فصول من المعاناة والمكابدة والمشقة الدنيا والآخرة التي هي دار البقاء. في ذات الوقت يقدم لي صورة عن هذه الحياة التي أعيشها بكل مقاساتها معاناتها طبيعتها. لماذا ينفي القسم ربي جل شأنه بهذا البلد؟ السياق ليس سياق تعظيم، هذا البلد الأمين معظم محرم، ولكن في سياق سورة البلد السياق سياق تهديد ووعيد وتأنيب. وأنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم استحل القوم حرمتك وأنت مقيم محل بهذا البلد، إذن بداية نفي القسم جاء يتسق مع مقام الرسالة التي تؤديها السورة المباركة. شيء آخر ذاك الترابط مع الآية التي جاءت بعدها، قال ووالد وما ولد. ووالد وما ولد هذه عبارة عن الأجيال منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى البشرية وإلى أن تقوم الساعة، أجيال تتوارث أي شيء تتوارث هذه الرسالة القيمية الإنسانية وينبغي أن تحافظ عليه. لماذا هذا التقدير والتقدير لحرمة الإنسان؟ هذا السياج لا ينبغي أن ينتهك أو يهدد، وهذه هي الكرامة الحقيقية وهذه هي الحرمة الحقيقية، وهذا هو السياج المحرم المانع الذي ينبغي أن تشترك فيه الإنسانية جامعة في الحفاظ على هذا المقدس. فأنتم يا صناديد قريش تحمون حتى الطير في السماء فلا تمتد أيديكم إليه بالصيد، حتى الشجر لا تقطعونه حرمة لهذا البيت، ولكنكم لا تعرفون حرمة للصادق الأمين ولا لأتباعه ومن آمن برسالته من أبنائكم وأهليكم. وماذا بعد ذلك؟ قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. تدبر معي في القرآن كيف يقدم لك الحقائق لأجل أن تسير في هذه الحياة على هذا المنهج ببصيرة. والقرآن حين يأتي بمفردة الإنسان فالإنسان أخص هنا من الآدمية والبشرية، ويعني بها السياق المتمثل في العهد والأمانة والمسؤولية والابتلاء. لماذا جاء بفريدة الكبد؟ الكبد لم تذكر في كتاب الله إلا في هذه السورة، هاي فريدة قرآنية ترتبط بالسورة ومقصد السورة ورسالة السورة التي قلنا الحفاظ على كرامة وحرمة الإنسان. هل نتوقع أن قيام الإنسان بهذه الأمانة وإسهامه في رفع معاناة الإنسان عن الإنسانية قضية سهلة؟ إطلاقا، فيها مكابدة. سؤال آخر، يا ترى هل الذين كفروا والذين لم يتحملوا أمانة التوحيد ولا يؤمنون بشهادة التوحيد، هل هؤلاء تخلصوا من المعاناة والكبد؟ أبدا. ذاك أن واحدة من أعظم أسباب الكبد الحقيقي أن يعيش الإنسان ويتعب لأجل هدف خسيس، أما المؤمن فهو في مكابدته ومعاناته الأمل لا يفارقه. هذه كلها من مسببات تخفيف المعاناة والألم، من أشكال التناسب العظيمة. أن تكون سورة البلد قد توسطت ما بين سورة الفجر وما يحمله الفجر من تباشير وأمل للإنسان، والشمس وما في بزوغ الشمس من ذهاب لليل وظلمته، وكأن القرآن العظيم في ترتيبه للسورة المباركة يبين أن يا إنسان هذه الرسالة العظيمة والأمانة التي أوكلت إليك بموجب إيمانك بلا إله إلا الله، الحفاظ على كرامة الإنسان وصيانة هذه الكرامة من كل اعتداء لابد فيها من معاناة، ولكن لا تيأس، سيأتي الفجر وستبزغ الشمس وسيأتي ذلك اليوم الذي تدرك فيه الإنسانية أن كرامتها الحقيقية هي الرسالة التي لأجلها يهون التعب وتهون المشقة.